السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد. في هذا الفيديو راح أحاول أنقل لكم توضيحات مصلحة الهجرة المبدئية حول القانون الجديد اللي أقرره البرلمان يوم أمس. طبعا أنا نشرت فيديو مبارح حاولت ألخص فيه أبرز النقاط والبنود. فاليوم الهجرة نشرت بعض المعلومات، ممكن في كتير من الأسئلة اللي هي غير قابلة للإجابة حاليا بانتظار توضيحات أكثر من مصلحة الهجرة السويدية. وللأسف من خلال الاطلاع على التعديلات الجديدة هي كلها باتجاه تشديد قوانين الهجرة واللجوء ولم الشمل أيضا، فللأسف كان تغييرات شوي مخيبة للأمال، لكن أنا مضطر أني أنقلكم هاي التغييرات حتى تكونوا على معرفة تامة بكل شيء عم يصير بالنسبة للهجرة واللجوء بالسويد. هلأ هون المعلومة الأولى اللي موجودة على صفحة الهجرة أنه البرلمان السويدي أقر تغييرات جديدة بتعلق بقانون الهجرة. وطبعا هون هذا القانون رح يصير، أو هاي التعديلات رح تصير قابلة للتنفيذ اعتبارا من 20 يولي 2021، يعني بعد شهر من الآن تقريبا. وأي شخص ما صدر قرار إقامته أو قرار بقضيته قبل هذا التاريخ فهو رح يتأثر بالتعديلات الجديدة. تمام، هاي أول معلومة لازم تاخدوها بالحسبان. هلا في كتير ناس ممكن تسأل على موضوع اللغة الهجرة، هون ما نذكر موضوع اللغة لأنه هو لسه مستقبلا، لكن هو على الطاولة يعني وقادم بقوة. فأنتوا لازم من هلأ تبلشوا تجهزوا حالكم من خلال دراسة اللغة أو الحصول على شهادة SFA أو أي شيء بيتعلق باللغة استعدادا لفرض هذا الشرط بأقرب وقت. تمام، فأنا بقول لك أنه التغييرات أنه الشخص لازم في متطلبات جديدة للحصول على الإقامة الدائمة، منها أنه يكون الشخص قادر على إعالة نفسه. وهون عم يقلنا أوليكا كراف بيروان دي بوخيل فور أوبيل ستيلستون، يعني ممكن تكون متطلبات مختلفة حسب نوع الإقامة، فبالتالي هني رح يحطوا تفاصيل أكثر فيما بعد لاحقا، حاليا ما في تفاصيل بهذا الشأن. بالنسبة لمدة الإقامة، الإقامة أول ما يحصل الشخص على الإقامة رح تكون مؤقتة، وما بيقدر الشخص، الوحيدين اللي رح يحصلوا على الإقامة الدائمة هني لاجئين الكوتا أو الكوت فليكتينجر اللي هني عن طريق الأمم المتحدة، هني الوحيدين اللي بيحصلوا على الإقامة الدائمة مباشرة. فيما عدا ذلك ممكن الإقامة المؤقتة تتراوح يعني حسب نوع إقامة الشخص، في أشخاص بيحصلوا على 13 على سبيل المثال كحماية بديلة، وفي أشخاص بيحصلوا على 3 سنوات كصفة لجوء، وأيضا في اللي بيحصلوا على لم الشمل بيحصلوا على 2. فبالتالي شخص يعني لازم يجدد إقامته مرة واحدة على الأقل قبل ما يضطر يقدم على الدائمة. مثل ما ذكرت مبارح أنه أحد التغييرات أنه لازم تكون أنت مقيم بالسويد على الأقل 3 سنوات بصفة إقامة مؤقتة قبل ما تقدم على الإقامة الدائمة. فبالتالي ممكن شخص مثل ما حكيت مبارح اللي قدم لجوء مثلا واستنى سنة حتى حصل على الإقامة، فممكن يكون هو مقيم 4 سنوات عند تقديمه للإقامة الدائمة. هون من الأشياء اللي ذاكرتها الهجرة بالنسبة للإقامة الدائمة والمتطلبات الجديدة، مثل ما حكيت قبل شوي أنه لازم تكون أنت مقيم بالسويد على الأقل 3 سنوات وقادر على إعالة نفسك، وأيضا أنك تكون عايش حياة سليمة بالسويد، ما عندك أي مشاكل، ما في بسجلك الجنائي أي مشكلة. طبعا الأشخاص اللي تحت 15 سنة عندهم استثناء من هذا الشرط. هون بهذه الفقرة كاتبين أنه ممكن المتطلبات الإقامة الدائمة كمان تختلف ما حسب نوع إقامتك مثل ما حكيته. هون المعلومة الأخطر رح أقرأ لكم إياها بالسويدي وأرجع أترجم لكم إياها. فاريس سو كان دي مستخلف أبفيل لكرافين فور أتفو بيرمانت أوبيل ستيلستوند، يعني لكل شخص لازم هو بنفسه يحقق شروط الحصول على الإقامة الدائمة. دي كومير ألتسو إنتي لنجريفار مويلك مولت فور ان انهورك انهورك ات فور بيرمننت اوبيل ستيلستون اوتوماتيك دارفور ات فاميلي ميدليمن فور دي، يعني هلا كان بالقوانين الحاليه اللي كانت قبل او اللي لحد الان مستمره حتى شهر حتى 20/7، كان شخص مجرد انه يحصل على الاقامه الدائمه فعائلته تحصل معه على الاقامه الدائمه لما هن بيقدموا تمديد وبيقدموا انه هن عضو عائله شخص مستقر بالسويد. لكن حاليا او بعد 20/7 راح يلتغى هذا الشرط، ورح يلتغى هذه الحالة رح يتم إلغائها، وبالتالي حتى الأفراد العائلة هن مطالبين أنه يحققوا شرط الإعالة على سبيل المثال، أنه هن يحققوا مثلا مدة زمنية اللي هي 3 سنوات أو شرط العمل، فبالتالي ما رح يكون في إقامة دائمة أوتوماتيكية لأفراد العائلة.
هذا تغيير خطير وسيء للأسف، لكن هذا الواقع بحسب ما مصلحة الهجرة كاتبين. هون أوبيلستيلستونت فور أنهاريجا اللي هو لم الشمل أو الإقامي للقريب سواء الموجود بالسويد أو حتى هني ما كاتبين هون لم الشمل، لكن غالبا هو نفسه لم الشمل. أنه مدة الإقامة بتكون سنتين، يعني مثلا أنت كقريب لشخص سويدي، يعني زوجة مثلا زوجة شخص سويدي أو حامل إقامة مؤقتي أو حتى دائمي بالسويد، فهني بيتم منحه أولا إقامة مدتها سنتين، وبالتالي هذا الشخص لما بيجي على السويد هو عنده إقامة سنتين ما رح يقدر بالتمديد الثاني يقدم على الدائمي، لازم يقدم مرة ثانية. ومثل ما بنعرف غالبا التمديد الثاني كمان بيكون سنتين، فهو ما رح يحصل على الإقامة الدائمي لبعد 4 سنوات بحسب ما كاتبين الهجرة على موقعهم. طبعا شرط الإعالة مستمر، ما مذكور هون أنه إلغاء شرط إعالة أبدا، ممكن يكون فيه توضيحات أكثر فيما بعد. وطبعا هون لسه ما في معلومات واضحة حول مثلا الشروط المتعلقة بشرط الإعالة، هل راح تستمر نفسها بالنسبة للمبلغ المطلوب للراتب المطلوب أو حتى لمساحة السكن المطلوبة أيضا، لسه ممكن تصير في معلومات أو تحديث للمعلومات الموجودة على موقع الهجرة. طبعا هون اللي بنقدر نفتح مثلا بهذا الرابط، أنا نحط لكم رابط المعلومات اللي عم أقرأ منها تحت هذا الفيديو. هذا الرابط هون نهيت أم ريكس داغنس بسلوت أم أندريغان إي أوتلينكس لاغن، يعني رابط القانون كامل. للأسف صعب الواحد يفهمه أو يشرحه بدون ما يكون مختص أو يكون محامي مختص، لذلك أنا ما رح أفتحه أو أحكي عنه كتير. هل هون كمان حطينا معلومات إضافية للحالات الأخرى، مثلا فور أندريغر فور داي سومس كافليت تتنوغونس فاريا، مثلا هون للم الشمل، هاي المعلومات ننزل تحت. هون كمان مثل ما شايفين 23/6 هذا تحديث جديد بالمعلومات. هلا هون كاتبين على سبيل المثال معلومة مهمة جدا، دبلير ايفن فورينريجر ايفم سوم فاتس اوف فور شيرينج سكرافت نار ان هوريجا ان سوكر ام بلسترستوند، انه رح يكون في تغييرات بالاشخاص اللي رح يشملهم شرط الاعالي، لكن هون ما ذاكرين بالضبط مين هني هاي الحالات، وبالتالي انا ما رح اقدر جاوب لحتى الهجرة تفصل اكثر بهاي الحالات. ومثل ما حكينا انه كل شخص ما حصل على قرار قبل 20 يوليو 2021 فهو رح يشمله هاي التغييرات بعد هذا التاريخ، وكمان رح تكون إقامة مؤقتة مثل ما حكيت قبل شوي. وهون شروط الإقامة الدائمة كمان حتى بالنسبة للي جايين لم شمل، إنه لازم يكون هو عنده إقامة أو أقام بالسويد على الأقل 3 سنوات، وإنه يكون قادر على إعالة نفسه، وإنه هو يكون عاش حياة سليمة بالسويد ما عنده أي مشاكل. طبعا مثل ما حكيت أنا رح يكون في توضيحات أكبر من قبل مصلحة الهجرة، لسه في معلومات مبهمة، لكن هم مثلا كاتبين على سبيل المثال هون تو كان انت فو بيرمننت اوبيرستيرستون بارا فور ات دين فاميلي ميدليم فور إلر هاردي، يعني انه انت ما بتقدر تحصل على الإقامة الدائمة فقط لانه مثلا زوجك او زوجتك هني عندهم الإقامة الدائمة او بيحق لهم الإقامة الدائمة، فبالتالي في شروط اكبر. ورح الهجرة كاتبين هون انه رح ينشروا معلومات مفصلة اكثر خلال الايام القادمة، بس حبيت انا اوضح هاي المعلومات. للاسف الاسئلة اللي كتير عم تجيني بهذا الشأن انا ما عم اقدر اجاوب عليها لانه لسه المعلومات ما في معلومات متوفرة او معلومات واضحة عن حالات الاعفاء من شرط الاعالة. طبعا هاي المعلومات المتوفرة حتى الان انا للاسف ما عم اقدر اجاوب على الاسئلة اللي عم تجيني لانه كلها بتكون حالات خاصة، حتى الحالات العامة اللي هي مثلا الإعفاء من شرط الإعالة مين راح يشمل، هل راح يشمل أصحاب الجنسية السويدية أو لا، ولو أنه ذكرت أنا هذا الشيء مبارح لكن هو كان موجود ضمن المقترح، فلما صار التصويت ما عرفت هل لغوا هاي الفقرة أو لا، فبالتالي نحن بانتظار توضيحات أكبر من مصلحة الهجرة حتى تكون الأمور واضحة للجميع. حاولت أني أشرح لكم بشكل مختصر شو اللي الهجرة وضحته، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد، واتمنى التوفيق للجميع يا رب، والسلام عليكم.